أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نواصل محاضرات الفسيولوجي لمساندة الأطفال من المصابين بالسرطان. والنهاردة بإذن الله هنبتدي برانش جديد، وأتصور أنه هياخد 2 lectures only، وهو الميتابوليزم. فالنهاردة بإذن الله هنتكلم على الميتابوليزم، ميتابوليك ريت، بيزا ميتابوليك ريت، ريسبيراتوري كوشنت، سبيسيفيك دايناميك اكشن. الموضوع الاهم في هذا اليوم هو الفود انتيك. فنتوكل على الله ونبتدئ المحاضرة الاولى من الميتابوليزم. الميتابوليزم بيعني الكيميكال رياكشنز، والكيميكال رياكشنز نوعان، يا كاتابوليك رياكشنز فيها الكومبلكس موليكولز بيحصل لها بريك داون وعليه بيحصل ليبريشن اوف انرجي، على عكس الانابوليك رياكشنز الكومبلكس موليكولز بيحصل لها سينثيسيس، وهذه هذا النوع من الرياكشنز كونسيوم انرجي، يحتاج الى طاقه. طيب بالنسبه للكاتابوليك رياكشنز بيتولد عنها طاقه، بيحصل ليبريشن اوف انرجي. ما هو مصير هذه الطاقه؟ مصير هذه الطاقه شيء من ثلاث، انه يطلع في صوره هيت، يحتفظ بدرجه حراره الانسان ثابته في حدود 37، أو جزء من الطاقة أقل يستغل في الورك، والورك ده يا إما external work كما contraction، يا إما internal work كما الورك needed for active transport، والورك needed for endo and exocytosis اللي هو vesicular transport. اللي زائد عن حاجتنا مش عاوزينه للتدفئة الهيت ولا للشغل الورك، هيبقى ستورد في صورة أدينوزين ترايفوسفيت. دي مقدمة مش عاوزك تركز فيها كثيرا، إنما كان لابد منها. طيب نبتدي تاني نقطة، ما هو الكالوري؟ ما هو تعريف الكالوري؟ الكالوري هو الهيت نيدد، كمية الطاقة لازمة لرفع درجة حرارة كيلو جرام مية درجة واحدة مئوية. اهي يبقى كمية الطاقة اللازمة لرفع كيلو جرام مية درجة واحدة مئوية. حتى في الحفظ تبقى سهل يا اولاد، 1 كيلو جرام 1 ديجري سنتيجريد، يبقى the amount of heat necessary to raise the temperature of، تاني نقولها مع بعض، 1 كيلو جرام 1 ديجري سنتيجريد. وده على فكرة يا اولاد نسميه big or كيلو كالوري، وده المستخدم في الفسيولوجي، لان في كلية العلوم بيستخدموا حاجة اسمها سمول كالوري، لا تعنينا احنا على الاطلاق. البيج كالوري 1000 سمول كالوري، لان بدل ما نقول الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة كيلو جرام هنقول 1 جرام، والكيلو جرام 1000 جرامز، ده مش هنستخدمه. فاحنا اتفقنا كاطباء ان احنا لما نقول كالوري ونسكت، نقطة مهمة اهي، فنحن نعني البيك كالوري اور الكيلو كالوري. في الطب لا نستخدم سوى الكيلو كالوري اللي هو البيك كالوري. طيب الميتابوليزم بيتميز يا اولاد بمجموعة من الارقام، يعني هواة حفظ الارقام واللي عندهم مقدرة على تذكرها هيسعدوا اكثر من غيرهم. فنيجي اول حاجة عندنا اللي هي الهيت كالوري، الهيت كالوريك فاليو اوف فود، او سمبلي هيت فاليو اوف فود، والانرجي ايكويفالنت اوف اوكسجين، المكافئ الحراري للاكسجين. طيب احنا لما بنحرق فود بواسطه الاكسجين
بينتج حرارة. طب طالب يسألني طب امتى نقول الحرارة دي ريليتد للفود وامتى نقول انها ريليتد للأكسجين؟ اذا كنت انت قلت ان دائما بنحرق الفود بالأكسجين ينتج حرارة، فحقيقة الامر ان الحرارة الناتجة ناتجة من كليهما، يعني الحرارة اللي طالعة دي طالعة من حرق الفود بالأكسجين. فليه مرة نقول القيمة الحرارية للفود للأكل وليه مرة نقول مكافئ الحرارية للأكسجين؟ ده لا بمجرد اتفاق ما بيننا، اتفقنا لو اننا ثبتنا كمية الفود المحترق بجرام فود ونستخدم بقى نص لتر لتر اتنين لتر اكشن مش مهم، المهم نقعد نحرق لحد ما نحرق 1 جرام فود. في هذه الحالة يا اولاد سوف نعزي الحرارة الناتجة للفود ونسميها heat value of food. بينما لو ثبتنا كمية الأكسجين المستخدمة ب 1 ليتر نحرق دي نص جرام جرام 2 جرام 5 جرام من الفود المهم لحد ما لتر الأكسجين يخلص، في هذه الحالة سوف نعزي الطاقة الناتجة للأكسجين ونسميها energy equivalent of oxygen اللي هو القيمة الحرارية أو لتر الأكسجين. أي في تلخيص أبسط، حسب الكمية الثابتة سوف تعزى الحرارة. لو ثبتنا كمية الفود ب 1 جرام هنقول ده الهيت فاليو اوف فود، لو ثبتنا كمية الأكسجين المستخدم ب 1 لتر هنقول ده الانرجي ايكويفالنت اوف اوكسجين. طيب نبتدي بالهيت فاليو اوف فود او هيت كالوريك فاليو اوف فود، لو حرقنا 1 جرام الفود لحد ما خلص هينتج كام سعر حراري؟ هذا ينقسم الى قسمين. حضرتك تقول لي هتحرق الجرام ده outside the body هنسمي ده physical heat value of food، لكن لو حضرتك هتحرق الجرام ده inside the body هنسمي ده physiological heat value of food. يبقى لما تحرق بره يبقى physical، تحرق جوه يبقى physiological. وتعالى ناخد اول استتين. سؤال اول، ازاي بنحرق الفود outside the body؟ الجهاز اسمه بومب كاليرومتر. عارف البومب اللي بيضربوه في الاعياد؟ افتكرها بومب كاليرومتر. وعشان تبقى متصور الجهاز ده عباره عن ايه يا اولاد، سهل جدا تصوري، عباره عن ميتال كونتينر وعاء معدني محوط بكيلوغرام ميه، وهنحط جرام الفود المطلوب حرقه ونحرقه بإلكتريك سبارك بشرارة كهربائية. فلما يتحرق الجرام ده هينتج منه سعرات هتسخن كيلوغرام المية اللي حوالين الميتال كونتينر الوعاء المعدني. فتعال نفكر، لو كيلوغرام زاد درجة واحدة 1 كيلوغرام 1 ديجري يبقى نتج 1 كالوري، لو كيلوغرام زاد 4 درجات يبقى نتج 4 كالوريز and so on. المهم الجهاز اللي بنحرق بيه الفود outside the body بنسميه ايه؟ افتكروا بومب كالوريمتر، تفتكرها من كلمة بومب، هو مش كده طبعا. طيب لقينا يا اولاد ان في حالة حرق جرام من الكربوهيدرات الفيزيكال قد الفيسيولوجيكال بره الجسم زي جوه الجسم بيدي، احفظ بقى معايا الارقام دي مهمة جدا لو هتشتغل في يعني اخصائي تغذيه علاجيه. 1 جرام اوف كربوهيدرات اوتسايد زي انسايد يطلع 4.1 كالوريز. طيب 1 جرام فات اوتسايد زي انسايد يعني الفيزيكال زي الفيسيولوجيكال يطلع 9.3 كالوريز. ركز بقى معايا في الثالث، اما جرام بروتين هو ده اللي بيختلف. لو حضرتك حرقت جرام البروتين
outside هيمتج 5.3 calories. أما لو حقنته inside the body هينتج نفس الكمية بتاعت الكربوهيدرات اللي هي 4.1 calories. طيب عندي هنا طبعا متوقع سؤال هتسأله، ليه في حالة البروتين الفيزيكال بيختلف عن الفيسيولوجيكال؟ الإجابة سهلة جدا، إن البروتين بيحتوي 17% من وزنه نيتروجين. بره الجسم ما يهمنيش حاجة، ممكن هذا النيتروجين أعمل له كومبليت أكسيديشن وينتج طاقة كتير 5.3 بس هينتج نيتريك أسيد اللي ما أقدرش أعمله جوه الجسم، لأن لو طلع جوه الجسم نيتريك أسيد جوه الجسم هيحصل فيتال دروب في البي اتش، فجوه الجسم هضطر أتهذب وهذا النيتروجين ما أعملوش كومبليت. عوضا عن الكومبليت أكسيديشن هعمل بارشال أكسيديشن، أكسدة جزئية، وأتفادى طلوع الناتريك أسيد وأطلع عوضا عنه إرادر نيوترال سابستنس وهي اليوريا. مش هتخفض البي اتش بتاع الجسم، وإحنا عارفين البي اتش الحياة ممكنة في حدود ضيقة من التغير في البي اتش، بس لأن حضرتك عملت بارشال أكسيديشن مش هينتج طاقة كتير، فمش هينتج 5.3 زي outside the physical، هينتج 4.1. وعليه دي بقى الليستة اللي تهمنا كأطباء يا أولاد، إن جوه الجسم جرام الكربوهيدرات نحفظ مع بعض 1 جرام of كربوهيدرات زي البروتين بيدينا 4.1 calories، إنما جوه الجسم 1 جرام of fat بيديني 9.3 calories. يبقى الكربوهيدرات والبروتين زي بعض 4.1 احفظ، بينما الفات اديها تقريبا مرتين ونص 9.3. يبقى من هنا نخلص، لو انا شخص عاوز يخس عاوز ياخد سعرات اقل، مين الاكل اللي يجب ان يتفاداه؟ اعتقد الاجابة واضحة قصادك، الفات، لانه هيدي الجرام بيدي 9.3، بينما الكربوهيدرات والبروتين بيدوا زي بعض 4.1. هاويفر هنعرف بعد قليل ليه الناس اللي بتعمل دايت ريجيم بنقول لها ياكلوا بروتين وما ياكلوش كربوهيدرات برغم الاثنين فيهم نفس كميه السعرات. الاجابه في عجاله كده دلوقتي، لان السعرات المستفاد بها من البروتين جوه الجسم اقل من المستفاد بها من الكربوهيدرات بسبب حاجه هناخدها لاحقا اسمها سبيسيفيك دايناميك اكشن. واحنا اللي عاوز يخس مش عاوز يستفيد، عاوز سعرات قليله، فالبروتين هو احسن حاجه ناخدها في حاله الدايت ريجيم، لان جرام البروتين زي جرام الكربوهيدرات فيه 4.1 كالوريز بس المستفاد بيه تلتين الكمية بس، بينما الكربوهيدرات بنستفاد من كمية أكتر، واللي عاوز يخس مش عاوز يستفيد. طيب ننتقل للنصف الثاني اللي هو الانرجي إكويفالنت أوف أوكسجين، المكافئ الحراري للتر الأوكسجين. هنا هثبت الكمية الثابتة كمية أوكسجين، هاخد لتر أوكسجين وأحرق بيه مرة كربوهيدرات ونفس اللتر مرة تاني أحرق بيه فات ومرة تالتة احرق بروتين. لقينا ان اكتر طاقة بتطلع من لتر الاوكسجين في حالة حرق الكربوهيدرات 5 سعرات، بينما لو حرقت فات 4.7 كالوريز، بروتين ستيل اقل 4.5 كالوريز. طب احنا في الاغلب في الجسم يا اولاد بنحرق ميكسد فود، ما حدش بياكل بيور كربوهيدرات او بيور فات او بيور بروتين، احنا بناكل تشكيله كربوهيدرات على فات على بروتين. فالرقم هنا بقى اللي في الليسته دي لازم تحفظه صم، الميكسد فود لما تستخدم لتر اوكسجين في حرق ميكسد فود هينتج كام؟ دونت ايفر فورجيت ذيس نمبر 4.8 كالوريز. الرقم ده مهم جدا، 4 وضعفها افتكر 4.8 كالوريز.
وملحوظة تانية بحب أنبه ليها الطلب، إن الـ energy equivalent to 1 liter of oxygen لا تختلف كثيرا في حالة حرق الكربوهيدرات عن فات عن بروتين. لو عندك كوب ملاحظة، أكبر رقم هو الكربوهيدرات كان 5 كالوريز، وأقل رقم هو البروتين كان 4.5، يعني قريب، وما بينهم الفات 4.7. الليستة دي يا أولاد بتاعة الفسيولوجيكال هيت فاليو فود مهمة جدا. في هذه الليستة أهم رقم ديني بقول لك عليه أهو، هو الميكس الدايت 4.8. مش هعيد كتير لأني عاوز بإذن الله أخلص الميتابوليزم في 2 lectures. طيب ننتقل موضوع الثاني وهو ميتابوليك ريت. ما هو الميتابوليك ريت؟ بعربيتنا الطاقة الناتجة في الساعة. انت بتنتج كام سعر في الساعة؟ In English it is the heat released in calories per hour. طب هنقيسه ازاي؟ النقطة التانية في الميتابوليك ريت، يبقى اول نقطة ديفينيشن، it is the heat released in calories per hour. طب الميجرمنت نقيسه ازاي؟ للوهلة الاولى يبدو الموضوع مستحيل، لكن تعال نفكر. اتفق معايا الاول على حاجة لطيفة جدا قبل حتى ما نقولها. انا عاوز اقول ان القياس بيتم بطريقتين، في دايركت كالوريمتري، في الهيت برودكشن، الهيت ريليزد از اكشوالي ميجر، هنقيسه فعلا. بينما الاندايركت، وهو ده الاهم، الاندايركت كالوريمتري وكما يبدو من الاسم، الهيت برودكشن از كالكوليتد، مش هنقيسه، هنحسبه. يبقى لما احسب فعلا الهيت برودكشن بحسبه فعلا فعلا، يبقى ده دايركت. يبقى في الدايركت كالوريمتري it's actually measure الهيت لوس، الهيت البرودكشن، بينما في الاندايركت كالوريمتري it is calculated، يتحسب. وتعالوا نتفق سويا بقى يا اولاد، قياس الهيت برودكشن عمليه مستحيله، صعب جدا ان احنا نقدر نقيس الهيت برودكشن. ازاي هنقدر نقيس الطاقه الناتجه؟ بس العالم يفكر فكرة بسيطة جدا وجميلة جدا. الأول تتفقوا معايا يا أولاد، الإنسان درجة حرارته ثابتة ولا متغيرة؟ ثابتة عن 37. طب مش لما يبقى الجسم حرارته ثابتة يبقى ده معناه أن الهيت برودكشن الطاقة الناتجة تساوي الهيت لوس؟ طب يبقى لي 100%، وإلا ليه الحرارة ثابتة؟ يبقى كون حرارتنا ثابتة عن 37 يبقى 100% في الإنسان، في الإنسان أدام الحرارة ثابتة يبقى الهيت برودكشن إيكوالز الهيت لوس. طب أنا مش قادر أقيس الهيت برودكشن، يبقى عوضا عنها نقيس الهيت لوس، حيث إن حرارة الإنسان ثابتة يبقى 100% الهيت لوس يساوي الهيت برودكشن اللي مش عارف أقيسه لأن الحرارة ثابتة. فالإنسان سهل الأمر على نفسه جدا. نحن لا نقيس كما يقول التعريف الهيت برودكشن بير أور، بنقيس الهيت لوس بير أور. وأدام حرارة الإنسان ثابتة يبقى هذا الهيت لوس يساوي الهيت برودكشن اللي احنا عاوزينه. يبقى حلنا المشكلة حل أسهل، عوضا عن قياس الهيت برودكشن هنقيس الهيت لوس. طيب ننتقل لل دايركت كالوريمتري. هنا بقى كما يوحي الاسم دايركت، الهيت لوس از اكشوالي ميجر، بنقيسه فعلا. ازاي؟ الموضوع بسيط في فهمه انما في تطبيقه صعب جدا. المهم اللطيف ان احنا علينا الفهم مش التطبيق. بيجيبوا جهاز اسمه بادي كالوريمتر. خد بالك الجهاز الاولاني اللي هو الميتال ده كان اسمه بومب كالوريمتر، ده عشان بيقيسوا الطاقه الناتجه الاسيد المفقوده من البادي فسموه بادي كالوريمتر، وهو عباره عن حجره كومبليتلي انسوليتد
معزولة تماما، لا تفقد الحرارة خارجها على الإطلاق. ليه؟ لأن احنا هنقيس الحرارة المفقودة الهيت لوس، فما يصحش جزء من هذه الحرارة يفقد خارج هذه الغرفة. طب السؤال طالب ذكي قال لي كيف يفقد الإنسان الحرارة؟ أجبت بطريقتين. الإنسان بيفقد الحرارة بطريقتين، في الطاقة اللي هي كوندكشن وكونفكشن وراديشن، عارفينها كلنا، اللي هو التوصيل والحمل والإشعاع. يعني أنا أسخن طبقة الهواء اللي جنبي، ده كوندكشن توصيل، طبقة الهواء اللي جنبي تسخن اللي بعدها، ده كونفكشن اللي هو الحمل. من غير هواء خالص، لو حطيت جسمين ما بينهم فراغ وعملنا التجربة، جسم بارد وجسم سخن، الحرارة تنتقل من السخن البارد برغم ان مفيش هواء، مفيش كوندكشن وكونفكشن. الحمل والتوصيل خد نفسنا ويحتاج الى وسط، الى هواء، الى مية ما بين الجسمين. انما الرادييشن لا تحتاج وجود وسط ما بينهم. وديك مثال حلو في الحياة، اشعة الشمس بتصل للكرة الارضية بعد اكثر من 7 دقائق، رغم الهوة الفظيعة والمسافة الصحيقة ما بيننا وبينهم. هو في ما بين الشمس والأرض هواء؟ لا، الغلاف الجوي ده محدود حول الأرض. معظم الطاقة اللي بتجيلنا ولاد من الشمس ما بتجيلناش بالكوندكشن والكونفكشن، بالإضافة لأنها تحتوي إلى وسط فيها بطيئة جدا، بتجيلنا بأهم طريقة، أهم الطريقة وهي الراديشن. يعني الإنسان بيفقد الحرارة بالكوندكشن والكونفكشن والراديشن، دي أول طريقة. قلنا الكوندكشن والكونفكشن الحمل والتوصيل تحتاج إلى وسط، الراديشن لا تحتاج إلى وسط، وهي الطريقة الأهم. يعني ما يقول لك في الكوندكشن والكونفكشن والراديشن مين أهم طريقة؟ افتكر راديشن، الإشعاع، الإشعاع. فكرة في فهمها بسيطة جدا، هنخلي الطاقة اللي ناتجة من الإنسان تسخن مية بتمر في الغرفة، فيبقى الطاقة المفقودة من الإنسان هي الطاقة اللي اكتسبها هذا الماء. طب ونعرف إزاي كمية الطاقة المكتسبة بالمية؟ سهلة جدا، تضرب 3 حاجات في بعض: حجم المية الفوليوم اوف ووتر اللي مر في التجربة، في التمبريتشر ديفرنس في فرق درجة الحرارة، المية دخلت أبرد طلعت أسخن لما اكتسبت حرارة. ثالث حاجة في الحرارة النوعية للمية اللي هي 1، عشان كده ما حطيناهاش في المعادلة. يبقى الطاقة اللي مفقودة من الإنسان بالحمل والتوصيل والإشعاع كوندكشن كونفكشن راديشن، واللي اكتسبتها المية، بنحسبها بأن مفروض نظريا نضرب 3 حاجات في بعض: حجم المية في فرق درجة الحرارة من 2، في الحرارة النوعية السبيسيفيك هيت فور ووتر اللي هتساوي 1. في حقيقة الأمر بنضرب الفوليوم ووتر في التمبريتشر ديفرنس. طب تاني واخر طريقة بيفقد بيها الانسان الحرارة اللي هي الايفابوريشن، التبخر، النتح اللي بيحدث من الجلد والرئة. فالمية اللي هتتبخر دي هنخلي جوه في الغرفة فيه سلفيوريك اسيد، حامض كبريتيك مركز هيكتسب اي بخار مية، وهنوزن القارورة دي قبل وبعد التجربة. يبقى فرق وزن السلفيوريك اسيد هو وزن المية اللي اكتسبها السلفوريك أسيد التي تبخرت من الإنسان. ومعروف كل سنتي بيتبخر بياخد معاه، تحفظ الرقم ده هتجيلي في المحاضرة التانية، 0.6 of a calorie. يبقى دي الطاقة المفقودة بالإنسان بالطريقتين، الكوندكشن والكونفكشن والراديشن استقبلتها مية، ضربنا الفوليوم اوف ووتر في فرق درجة الحرارة temperature difference في 1 اللي هو specific heat for water اللي هو اهملناه. تاني طريقة لفقدان الحرارة كانت بالنتح الايفابوريشن، استقبلناها بسلفوريك اسيد وشفنا وزن المية وحجم المية اللي تبخر، ما هو السنتي لازم جرام، هي وضربناها كل سنتي بيتبخر بياخد معاه 0.6. كده يبقى عرفنا الهيت لوس، وحيث ان درجة حرارة الانسان ثابتة عن 37، يبقى الهيت لوس تساوي اللي بدور عليه وهو الهيت ريليزد او الهيت برودكشن.
ايه عيب الطريقه دي؟ طبعا انها اكستريملي ديفيكلت، عاوزه اجهزه حساسه جدا. انا عاوزك تتخيل حاجه واحده بس، ان ميه بتمر في الغرفه حراره حضرتك هتسخنها 100%، فرق درجه الحراره الداخله عن الخارجه جزء ضئيل جدا، فعاوز اجهزه حساسه جدا عشان خاطر تقيس فرق درجه الحراره. فالطريقه دي اكستريملي ديفيكلت وابقناها للتجارب فقط. اقولها للزملاء الاصغر سنا، عارف ايه اهميه الدايركت كالوريمتري؟ ان هو اللي اثبت ان الاندايركت كالوريمتري صح، ان القياس الاندايركت سهل صح. فعشان كده توقف العالم عن قياس الدايركت وكل الدنيا بتقيس بالاندايركت كالوريمتري. بنحسب الطاقه. تعال نحسب بقى نشوف ازاي. فكره جميله جدا. يبقى هنا لا نقيس وانما بنحسب الطاقه الناتجه. نحسبها ازاي؟ تعال نفكر دلوقتي. احنا لسه قايلين الرقم اللي قلت لك احفظه صم، ان كل لتر اكسجين لما بيحرق ميكسد فود بينتج عنه 4.8 كالوري. ده رقم تحفظه صم، هو ده اللي قائم عليه الميتابوليك ريت. طب ما تبقى سهله خالص. يبقى بنحسب الميتابوليك ريت بمعادله سهله خالص فيها رقمين بس. لو عرفنا حضرتك بتستهلك كام لتر اكسجين في الساعه، واحنا عارفين ان في حاله حرق الميكسد فود اللتر بيدي اهي 4.8 كالوري. يبقى حقيقه الامر عشان نحسب الميتابوليك ريت بالاندايركت، نحسب بقول كالكوليشن مش ميجر، مطلوب نعرف حاجه واحده بس. حضرتك بتستهلك كام لتر اكسجين في الساعه؟ لان كل لتر بتستهلكه بيدي 4.8 كالوري. فادي مثال سهل، لو حضرتك استهلكت 10 لتر في الساعه، اللتر بيدي 4.8، يبقى عدد السعرات الناتجه 10 في 4.8 تبقى 48 كالوري. فيبقى ازاي هنعرف حضرتك خدت كام لتر اكسجين؟ دي سهلة جدا جدا جدا. جهاز كنا خدناه في الريسبريشن اسمه سبايروميتر، هنملاه اكسجين وبنعمله في المعمل، ونحط الماوث بيس في بقك هتاخد منه اكسجين، ونقفل مناخيرك عشان يبقى التعامل مع الجهاز بس. واهم كلمة اسمعها وفتح ودانك، السبايروميتر allows person breathing into it. جملة جاية اهي، the spirometer allows person breathing into it only to consume oxygen and not to add CO2, only to consume oxygen and not to add CO2, only to consume oxygen and not to add CO2. هو سهل قوي. في expiratory valve الهواء الزفير اللي طالع بيمرره على صودا لايم، فالصودا لايم بتمتص CO2، فالسي او 2 ما بيرجعش للجهاز، فكاني باخد اكسجين وهواء الزفير بيرجع ما فيهوش السي او 2، بيرجع من غير سي او 2. يبقى اهميه الجهاز انه يسمح بان انا استهلك اكسجين ولا يسمح باضافه السي او 2. فلو بدات سي مثلا ب 5 لتر، وطبعا تجربه مش هنعملها ساعه، مش عاوز غباوه، بنعملها 5 دقائق مثلا. بدات ب 5 لتر، لقيت ان انا استهلكت لتر اكسجين، يبقى استخدم لتر في 5 دقائق، يبقى في الساعة اللي هي 12 5 دقائق بستخدم 12 لتر. سهلة قوي. يبقى قياس الميتابوليك ريت في العالم دلوقتي بقى عملية تافهة جدا. نعرف حضرتك بتستهلك كام لتر اوكشن، لأن الرقم الرهيب كل لتر اوكشن بتستخدمه بيدي، فاكر الرقم؟ 4 ضعفها 4.8 كالوريز. طب ازاي اعرف انا بستخدم كام لتر اكسجين؟ اتنفس من سبايروميتر مليه اكسجين. And this apparatus allows person breathing into it only to consume and not to add oxygen. ازاي ان انا باخد هواء الشهيق
لكن هواء الزفير عن طريق اكسبيراتوري فالف يمر على صودا لايم تاخد السي او 2 يرجع اللي فضل من الاوكسجين بس. ان طبعا احنا مش النفس ما بياخدش كل الاوكسجين اللي فيه، احنا بيجي لنا فيه 21% بنرجعه فيه 16، مش عاوز غباوه بقى. فانا لقيت نفسي في 5 دقائق بنعمل التجربه 5 دقائق بس، مناخيرك مقفوله طبعا، قلنا استهلكت لتر، يبقى في الساعه اللي هي 12 5 دقائق ببص على الساعه اللي قصادك 12 5 دقائق يبقى استهلكت 12 لتر، اضرب في 4.8. نورمالي الميتابوليك ريت ان ادلت ريستنج ادلت بتبقى حوالي 74 كالوري بير اور. يبقى نورمالي ان ادلت ميل ريستنج مرتاح، لان طبعا لو عملت مجهود هستهلك اكتر، 74 كالوري بير اور. الطريقه دي از ايزي اند فيري اكيوريت. ومين اللي اثبت لنا انها اكيوريت؟ انها تماثل تماما النتيجه بتاعه الدايركت اللي هي معقده جدا. ففي العالم ما حدش بيقيس الدايركت، كل الناس بتقيس الاندايركت. النقطه الثالثه والاخيره في الميتابوليك ريت يا اولاد، ايه الحاجات اللي بتزود الميتابوليك ريت؟ حفظتها الاجيال بطريقه رائعه. The three E's، 3 E، exercise ده أكتر حاجة تزود الميتابوليك ريت، المجهود. Eating الأكل بيزود الميتابوليك ريت زي ما هنشوف حالا. وبعدين exposure to cold، التعرض للبرد، لأني لازم أزود heat production عشان أحافظ على درجة جسمي ثابتة برغم برودة الجو. فأشكال البرد بيزود الميتابوليك ريت عشان يطلع حرارة تحافظ على حرارة الجسم برغم برودة الجو. فيبقى بيزود ميتابوليك ريت 3 بحرف الاي. واكسكيوز مي لاستخدام كلمة ضعيفة لغويا لكن تسهل لنا، كان مفروض اكتب فود انتيك مش ايتينج، بس كلكم فاهمين طريقتي ليه استخدمت تعبير ايتينج عشان تقعد ما حييت، لان دي هتفيدنا في الموضوع اللي جاي على طول. ايه الحاجات اللي بتزود الميتابوليك ريت؟ اكسرسايز، ايتينج، and exposure to cold. eating التعبير الاصح، food intake. يبقى موضوع الميتابوليك ريت ده يا اولاد ما بيجيش سؤال نظري، انما مش ممكن تجاوب بذا ميتابوليك ريت وانت مش فاهم بالميتابوليك ريت. فقلناه في 3 نقاط، by definition هو الطاقه الناتجه في الساعه، الميجرمنت، قلنا الدايركت كالوريمتر بيعتمد على حاجه رائعه ان الهيت مفروض برودكشن از ميجر، وده مستحيل، فاحنا بنقيس عوضا عنه الهيت لوس، لان طالما حراره الانسان ثابته عن 37 يبقى في الانسان الهيت برودكشن يساوي الهيت لوس. وقلنا دي طريقه فيري ديفيكلت، شفت ازاي بنحسب الطاقه اللي ناتجه المفقوده من الانسان بطريقتين، كوندكشن وكونفكشن راديشن والايفابوريشن. انما العالم بيستخدم مين بقى؟ الطريقه السهله والاكريت الاندايركت اللي هي ما بنقيس، بنحسب. The heat production is calculated not measured. Calculated تتحسب ما بتتقاس. يبقى شوف تعبيرات دقيقة للأوائل، هنا يقول actually measured إنما هنا نقول calculated. نشوف حضرتك بتستخدم كم لتر أوكشن، ومعروف لتر الأوكشن إنك بتاكل في الأغلب ميكسد فود بيدي الرقم الذي لا ينسى 4.5. ثم النقطة الثالثة الميتابوليك ريت قلنا بيزيد بثلاثة إيه يا أولاد؟ اللي هو exercise و eating و exposure to cold. طيب تقل موضوع تاني اللي هو specific dynamic action. specific dynamic action او يسموها SDA او thermogenic effect of food، يعني مقدرة الاكل على انتاج الحرارة، ده اللي سبيسيفيك دايناميك اكشن. هتكلم عليها في النقاط الخمسه الاتيه. ما هو السبيسيفيك دايناميك اكشن؟ هو الكلمه الثانيه ثيرموجينيك، يعني توليد الحراره، ثيرمو يعني حراره، جينيك افكت اوف فود. فباي ديفينيشن هو ذا ابيليتي اوف فود تو برودوس هيت، مقدره الاكل انك لما تاكل بتسخن، وكلنا عارفينها. أو بتعبير أسهل the ability of food to stimulate the metabolic rate. حتى رسم لك رسمة جميلة اهي،
المستطيل ده يمثل البيزل ميتابوليك ريت اللي هو الهيت برودكشن اندر بيزل كونديشن اللي من ضمنها انك ما بتاكلش. لما حضرتك هتاخد فود الهيت برودكشن ده هيزيد بمقدار يمثله هذا التراينجل المثلث، هو ده السبيسيفيك دايناميك اكشن. يبقى بص للرسمه وافهم الديفينيشن. The ability of food، مقدرة الأكل to stimulate the metabolic rate، مقدرة الأكل على زيادة الميتابوليك ريت. طيب نقطة تانية، طب ليه لما بناكل بيطلع حرارة؟ الحرارة دي جاية منين؟ بص معايا، It's not due to digestion، مش سببها الدايجيشن، ده سؤال MSQ. It's not due to absorption، ولا سبب الابزوربشن فود. It's due to the metabolic reactions taking place in the liver، انما سببها عمليات القيد الغذائي للاستفادة بالاكل اللي كلته والتي تحدث في الليفر. باثناء هذه الاستفادة بتضطر تفقد كمية حرارة. هو ده منين جال specific dynamic action، الميتابوليك رياكشنز تيكينج بليس ان ذا ليفر. يبقى ثلاث كلمات، نوت دايجيشن، الام اس كيو اوعى تغلط، اتس نوت ديو تو دايجيشن اوف فود، نوت ديو تو ابزوربشن اوف فود، اتس ديو تو ذا ميتابوليك رياكشنز تيكينج بليس ان ذا ليفر. زي مثلا في حاله الامينو اسيد، عشان اعمل لها دي امينيشن للامينو اسيد تفاعلات كيميائيه بينتج عنها الحراره. طب اسالك، بروف ان الكلام اللي انت بتقوله ده صح، انها سببها الليفر مش الدايجيشن ابزوربشن. سهل قوي، هات دوج وشيل منه الليفر، يسموه هيباتيكتومايزد، يعني شايلين منه الليفر، هيباتيكتومايزد انيمال، وكله. هو طبعا هيموت لما تشيل الليفر، بس هيموت بعد كام يوم. قبل ما يموت وكله، تلاقي الاكل ما زودش الهيب برودكشن على الاطلاق. فعشان كده عرفنا ان السبيسيفيك دايناميك اكشن سببها الميتابوليك رياكشنز تيكينج بليس ان دي ليفر، والبروف ان الهيباتيكتومايز انيمال السبيسيفيك دايناميك اكشن في الام اس كيو از زيرو، مفيش حاجه بتطلع من الاكل، سبيسيفيك دايناميك اكشن از زيرو في الهيباتيكتومايز انيمال. طيب النقطه الثانيه، حب النظام قوي يا اولاد، سبيسيفيك دايناميك اكشن بيقعد قد ايه؟ بص معايا، هو بيبتدي بعد الاكل بحوالي نص ساعه، وتاثيره ينعدم تماما بعد 12 ل 14 ساعة من الأكل. عشان كده نسمي ده post absorptive state، يعني الأكل بيفقد تأثيره على زيادة الحرارة بعد 12 to 14 hours. لكن معظم الحرارة بتطلع في إمتى؟ وده بقى الرقم اللي هتحفظه اللي موجود في الأمريكان جورنال، 6 hours، يعني معظم التأثير الحراري بيحدث في 6 ساعات، وإن كان التأثير بينقضي تماما 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 بعد 12 ل 14 ساعة اللي هو بنسميها post absorptive state. نقطة رابعة الأهم، factors affecting specific dynamic action، إيه العوامل اللي تؤثر في specific dynamic action؟ ثلاثة، واحد الـ type of food، إن البروتين بنحتاج حرارة كتيرة جدا، بنحتاج طاقة كبيرة جدا للاستفادة منه، فبنفقد 30% من its calorific value. يعني ادي مثال، يعني حضرتك قلنا جرام البروتين فيه 4 سعرات، عشان تطلعهم تستفاد بالاربع سعرات دي، العمليات الايض الغذائي اللي في الليفر اللي هتستفاد من البروتين هتفقد طولت الكمية تقريبا 30%، يعني حوالي 1.3 كالوريز هيضيعوا في صورة ويست هيت كنتيجة لعمليات الايض الغذائي. عشان كده اكثر اكل تكلفة هو البروتين، ما بتستفادش بالاربع سعرات، بتستفاد ب 70% بس بالاربع سعرات، وبتفقد 30% من القيمة الحقيقية اللي فيه في عمليات الايض الغذائي في الليفر. بينما اقل الاطعمة كلفة هو الفات، 4% بس بتفقده من القيمة الحرارية اللي فيه، وانت الليفر بيستفاد بالفات. والكربوهيدرات 6%. يبقى هنا الأذكياء فقط
ليه بناكل؟ ليه اللي عاوز يخس بياكل بروتين؟ بيجي الدكتور بتاع التغذية العلاجية يقول له تاكل بروتين. اديك فهم واحد، لان البروتين من الاصل الجرام في 4.1 سعرات فقط. طب واحد يقول لي بالكربوهيدرات كمان في 4.1، ها بس اللي عاوز يخس ده مش عاوز يستفيد، مش عاوز ياخد سعرات، عاوز يخسر، عاوز يخسر. اكتر اكل يخسر هو البروتين، 30% من الكالوريفيك فاليو بتطلع في صورة هيت. تمام. وعرفت برضو ليه اللي بيعمل ريجيم لازم يبعد عن الفات، لسببين الاوائل مش لسبب واحد، لان الجرام فيه مخزون طاقة رهيب 9.3 كالوريز، ده السبب الاول. للاوائل في سبب اخر، والجسم بيستفاد من معظمهم، بيفقد 4% بس وبيستفاد من 96%. عليه يبقى اكتر اكل لازم اتفاداه في الرجيم الفات لسببين، واكتر اكل لازم اكله في الرجيم البروتين. في معلومة تانية طريفة في البروتين هبتدي بيها، اللي هي نمرة 5 في النقاط. السبيسيفيك دايناميك اكشن ريبريزنتس ويست هيت، بيمثل طاقة مفقودة في سبيل الانتفاع بالاكل اللي كانته. عمليات الايدل الغذائي بتفقد جزء من السعرات اللي في الاكل، فهو ريبريزنتس في الام اس كيو ويست هيت، اكسبت في الكولد، لانه في الكولد الحراره الناتجه دي بقى مش هتبقى ويست، هحطها الجسم هيحتفظ بالطاقه الناتجه دي عشان يحافظ على درجه حراره الجسم ثابته ثابته برغم بروده الجو. فيسالك امتى السبيسيفيك دايناميك اكشن اللي هي ويست هيت بتبقى ليها نفع؟ الاجابه الاوائل في الكولد. وده سبب تاني ليه لما تبقى بردان ايه احلى اكل تاكله وانت بردان. اديك عرفت الاجابه، هيساله لك بطريقه اخرى، البروتين، لانه تلت الحراره 30% من الحراره اللي فيه هتطلع في صوره هيت ويست هيت، مش هتبقى هنا ويست، هتحتفظ بحراره الجسم برغم بروده الجو، هتدفيني. طيب تاني حاجه في السبيسيفيك دايناميك اكشن في الفاكتورز اماونت اوف فود. طبعا لما حضرتك تاكل تمن كباب غير لما تاكل ربع كباب غير لما تخبط لك نص كباب، لا بروتين هوبر تولع طلع حراره اللي هي تدفيك، يبقى 100% الاماونت اوف فود سبيسيفيك دايناميك اكشن از بروبورشن تو ذا اماونت. ثالث حاجه لسه قايلينها الاتموسفيريك او الاكسترنال تمبرتشر، لو درجه الحراره 33 يبقى الدنيا حار، يبقى كل الحراره اللي طالعه في الليفر دي من عمليات الايدل الغذائي انا مش عاوزها، اوريدي الجو حر هتخلص منها، فيبقى السبيسيفيك دايناميك اكشن ماكسو عند 33 ديجري سنتيجريد. بينما لو درجه حراره الجو 3 ده يبقى الدنيا بارده قوي، يبقى الحراره اللي طالعه من الليفر دي لا مش هفقدها، الجسم هيحتفظ بيها عشان يحافظ على حرارته رغم بروده الجو، ودي الحاله اللي قلنا ما بتصبحش فيها ويست هيت. فالسبيسيفيك دايناميك اكشن ات 0 ديجري سنتيجريد 3 ديجري سنتيجريد الزيرو ما فقدهاش خالص، كلها جوه الجسم. ولا تنسى يا اولاد ان الرقمين جمال خالص، يبقى السبيسيفيك دايناميك اكشن بتبقى ماكسيمم عند 33 وزيرو عن 3. ده يا ولاد من اهم الموضوعات اللي لازم يعرفها اخصائي التغذيه العلاجيه الدايتيشنز. وتعالى نقولها تاني، السبيسيفيك دايناميك اكشن او الثيرموجينيتيك افكت اوف فود، هتجاوبه في كام نقطه؟ ده نظري مهم والسالف، وده اول سؤال مهم عندنا في الميتابوليزم في النظري. 5 نقاط باي ديفينيشن، الابيليتي اوف فود to stimulate the metabolic heat. Metabolic rate, اسف. أو to produce heat. The ability of the food to produce heat أو to stimulate the metabolic rate. طب الكوز هتكتب. Not due to digestion of food. Not due to absorption of food. It's due to the metabolic reactions taking place in the liver. وهتكتب الproof. يبقى optimized animal. ده سؤال المسكيو. مفيش ليفر. يبقى السبيسيفيك دايناميك اكشن مش موجودة. تبقى صفر. ثالث نقطة للسبيسيفيك دايناميك اكشن less
6 hours انما ينقضي اثرها تماما بعد 12 14 ساعه اللي هو البوست ابزوربت ستيت. الفاكتورز افكتنج من 4 تايبس اوف فود، وقلنا البروتين 30% اكثر الاكل كلفه، وعشان كده هو اللي بنعمله في الريجيم، عاوز اخسر مش عاوز اكسب. واقل الاكل كلفه هو الفات 4% من الكالوريفيك فاليو، ان بتوين الكربوهيدرات 6%. ثاني حاجه الاماونت فود، ثالث حاجه الاكسترنال تمبرتشر. ولا تنسى الرقمين، عن 33 هتفقد، مش عاوز الحراره دي، ما تلزمنيش الدنيا حر، فيبقى الاستيوجينيك اكشن ماكسو اللي هو ويست هيت، عن 3 بتبقى زيرو. والنقطه الخامسه سبيسيفيك دايناميك اكشن ريبريزنتس الويست هيت. طيب نيجي الموضوع اللي بعد كده يا اولاد، هو اسمه ريسبيراتوري كوشنت، معامل التنفس. الانسان يتنفس فياخذ اوكسجين، يستخدم اوكسجين، يستهلك اوكسجين وينتج ثاني اكسيد الكربون. خلاص الانسان لما بيتنفس بياخد الليزر اهو، بيستهلك اوكسجين وبينتج ثاني اكسيد الكربون. الار كيو لما يجي لك سؤال هتجاوبه في 4 نقاط. اول نقطه، ما هو الار كيو؟ افتح ودنك. It's a ratio، نسبة between CO2 produced and oxygen consumed in the same metabolic processes، في نفس عمليات الأيض الغذاء. هو النسبة بين ثاني أكسيد الكربون الناتج والأكسجين المستخدم، فين الكلمة المهمة؟ في نفس عمليات الأيض الغذاء. امتى يبوظ الموضوع؟ لو حضرتك عكست الريشيو، حطيت الاكسجين فوق. لا، انا اقول ريشيو بتوين كاربون دايكسايد، كاربون دايكسايد بروديوس اند اكسجين كونسيوم. النقطه الثانيه الميجرمنت ازاي. لو عاوز اقيس الار كيو بتاع الهول بادي، يبقى عاوز اعرف كل الجسم استهلك قد ايه اكسجين ونتج عنده قد ايه ثاني اكسيد الكربون. سهله خالص، يبقى اعمل analysis of expired air، احلل هواء الزفير، اشوف اتاخد منه قد ايه اوكسجين واضيف اليه قد ايه ثاني اكسيد الكربون. تمام. طيب لو عاوز اعين الار كيو لعضو معين، واشهر عضو هنا هو البرين، يبقى ما ينفعش احلل هواء الزفير، اشوف اتاخد قد ايه اوكسجين واتحط قد ايه CO2، لان ده بيخص الجسم كله. يبقى اشوف الارتيرو فينس ديفرنس، الارتي دخل فيه قد ايه اوكسجين والفين خرج فيه قد ايه اوكسجين، الفرق استخدمه البرين. ونفس الكلام بالنسبه للسي او 2، دخل فيه قد ايه سي او 2، طلع الفين فيه قد ايه سي او 2، الاضافه جت من البرين. يبقى للهول بادي نعمل ايه يا اولاد؟ للهول بادي اناليسيز اوف اكسبايرد اير، تحليل هواء الزفير. اما لاورجن معين واشهر اورجن هو البرين، ارتيريو فينس ديفرنس فور اوكسجين اند كاربون دايكسايد، ارتيريو فينس ديفرنسز فور اوكسجين اند كاربون دايكسايد. النقطه الثالثه سيجنيفيكانس، لو انت قلت لي الار كيو هقول لك النيتشر اوكسيدايز فود. عارف لما اقول لك قل لي من اصدقائك اقول لك من انت؟ لو قلت لي النسبة بين ثاني أكسيد الكربون الناتج للأكسجين المستخدم، أنا هقول لك الجسم ده أو العضو ده بيحرق إيه؟ النيتشر أوكسيدايز فود، وتدي مثال واحد اللي أنا مديه هو أسهل مثال. الرمز العام للكربوهيدرات كربون 6 هيدروجين 12 أوكسجين 6 زائد 6 أكسجين هيدي 6 CO2 و6 مية بلس إنرجي. يبقى من المعادلة دي في حالة حرق الكربوهيدرات بستهلك كم مولكيل اوكسجين؟ 6، وبينتج كم مولكيل سي او 2؟ 6. يبقى النسبة بين ثاني اكسيد الكربون الناتج الى الاوكسجين المستخدم 6 على 6 تبقى 1. العكس هو الصحيح يا اولاد. لما الاقي النسبة بين ثاني اكسيد الكربون الناتج الى الاوكسجين المستخدم تساوي 1، يبقى ده معناها ان الجسم او الاورجان بيحرق كربوهيدرات، لان فقط في حاله الكربوهيدرات
بيستخدم الجسم اوكشن مكافئ لكميه السي او2 الناتجه، ياخد 6 اوكشن ويطلع 6 سي او2 فتبقى ريشيو 1. وادي رابع لسته تحفظها في الميتابوليزم، كانت اوت لسته بتاعت الهيت فاليو، تاني لسته بتاعت انرجي ايكويفالنت اوف 1 لتر اوكشن، تالت لسته كانت بتاعت السبيسيفيك دايناميك اكشن. تحفظ لسه الميتابوليزم فيه لسه كتير، دي رابع لسته وتقريبا من اواخر لسه لا نحفظها. ففي حاله حرق الكربوهيدرات الار كيو معامل التنفس النسبه بين ثاني اكسيد الكربون الناتج والاكسجين المستخدم 1، في حاله الفات 7 من 10، في حاله البروتين 82 من 100، في حاله الميكس الدايت وهو الاكثر 85%. 85%. طيب ومعلومات جميله خالص يا اولاد. يبقى تاني نحفظ لسه دي مع بعض، الكربوهيدرات كام؟ مش هخبيها عنكم بس انت ما تبصش. كربوهيدرات 1، الفات 7 من 10، البروتين 82 من 100، الميكس الدايت 85 من 100. طب نديك امثله لطيفه. يبقى لو انا لقيت معامل التنفس للجسم 1 يبقى جسم بيحرق كربوهيدرات. طيب في حالة الناس اللي عندها ديابيتس ميليتس مفيش انسولين، مش عارف يحرق كربوهيدرات فيحرق عوضا عنه فات. عرفناها ازاي؟ ان في السيفير انتريتد ديابيتس ميليتس، مش اي ديابيتس ميليتس، لازم يبقى ما اتعالجش سيفير، بنلاقي الار كيو بتاعتهم 7 من 10، دي نوتنج ان الجسم بتاعهم بيحرق فات. الاسترفيشن شرحه، لان الناس اللي هي في مجاعات الار كيو بتاعهم 7 من 10، معناها انهم بيحصلوا على الطاقه من الفات. طب تاني اهميه، the energy used by an organ. ازاي عرفنا يا اولاد ان البرين لا يستخدم الا كربوهيدرات على وجه التحديد جلوكوز؟ شفنا الارتيرو فينس ديفرنس، الارتيرو فينس ديفرنس فور اوكسجين اند كربون دايوكسيد في حاله البرين، لقينا كمية الأوكش المستخدمة تماثل تماما تقريبا كمية ثاني أكسيد الكربون الناتجة. حقيقة الأمر هي تقريبا 1 almost 1، 99%. فعرفنا إن المين فيول if not the only fuel used by the brain is glucose. لما يسألك في الشفوي عرفنا إزاي إن البرين لا يستخدم إلا جلوكوز من الار كيو. النسبة بين ثاني أكسيد الكربون الناتج إلى الأكسجين المستخدم بتطلع تقريبا 1، وهذا لا يحدث إلا إذا كان بيحرق كربوهيدرات. نقطة الثالثة، pathological disorders لسه قايلينها، زي في حالات السيفير ديابيتس ميليتس، untreated severe diabetes mellitus، عرفنا إزاي إن هو بيحرق فات. شفنا النسبة بين ثاني أكسيد الكربون الناتج والأكسجين المستخدم لقيناها 7 من 10، وهذا لا يحدث غير في حالة حرق الفات وكذا قلنا، بس دي مش باثولوجيكال يعني الاسترفيشن. رابع أهمية للآر كيو، إن الآر كيو هو الذي يحدد القيمة الحرارية لتر الأكسجين. واحد يقول لي إزاي؟ مش إحنا قلنا إن القيمة الحرارية لتر الأكسجين بتعتمد انت استخدمت اللتر ده في حرق انهي فود؟ يعني حسب الفود بيتحدد القيمه الحراريه لتر الاوكشن. فمثلا لو حرقت باللتر الاوكشن ده كربوهيدرات هيبقى 5. طب هو مين اللي هيقول لك انت بتحرق انهي فود؟ الار كيو. يبقى الار كيو يقول لك انت بتحرق انهي اكل، ونوع الاكل هو الذي يحدد الانرجي ايكويفالنت اوف 1 لتر اوكشن. يبقى كان الار كيو هو الذي يحدد الانرجي ايكويفالنت اوف اوكشن. طالب قال لي ما عندكش مثال طفولي تقوله لنا؟ عشان الحته دي صعبه شويه، حقيقه شطرنجيه مش صد رد زي الدومينو. قلت له سهل قوي، انا بحدد مصروفك حلو، فلو اديتك مصروف صغير هتروح سينما، مصروف كبير ممكن تروح مسرح. يبقى انا بحدد مصروفك ومصروفك بيحدد الفسحة، يبقى كأني أنا اللي بحدد الفسحة.
انا بحدد المصروف والمصروف يحدد الفسحة، يبقى كأن انا اللي بحدد الفسحة. طب نفس الكلمة الار كيو يحدد انت بتحرق انهي اكل، وانهي اكل هو اللي بيحدد القيمة الحرارية لتر اوكشن، المكافئ الحراري لتر اوكشن. يبقى كأن الار كيو هو الذي يحدد الانرجي ايكويفالنت تو اوكشن. الار كيو يحدد الاكل المحترق، المحترق والاكل هو اللي بيحدد الانرجي ايكويفالنت تو اوكشن. يبقى كأن الار كيو هو الذي يحدد الانرجي ايكويفالنت اوف اوكشن. مش هطول فيها وانتقل لللوحه اللي بعدها. طيب نقطه رابعه بقى، في لما يجي لك الار كيو للاوائل يقول ان في حاجه اسمها ار، الار دي معناها ريسبيراتوري اكشينج ريشيو. الاولانيه كانت ار كيو ريسبيراتوري كوشنت، كانت اسمها ريسبيراتوري كوشنت او ريسبيراتوري كوفيشنت. اهي هوريها لك تاني، اهي ريسبيراتوري كوشنت او ريسبيراتوري كوفيشنت. الاحسن اسم الاشهر ريسبيراتوري كوشنت، لكن ممكن نسميها ريسبيراتوري كوفيشنت. اما الار بس يا اولاد اهي، فده معناها ريسبيراتوري اكشينج ريشيو. باي ديفينيشن هي الريشيو، نفس الكلام بين السي او 2 بروديوس اند اوكشن كونسيوم. بس شوف الباقي بقى، at given time في وقت معين even with no equilibrium. يعني هناك كنا قلنا النسبة بين ثاني أكسيد الكربون الناتج والأكسجين المستخدم، افتح ودنك، في نفس عمليات الأيض الغذائي. هنا لا، ما اهتمتش انها تبقى في نفس عمليات الأيض الغذائي، انا يهمني في وقت معين جاية من الأيض الغذائي، جاية زي ما هنشوف من حاجة غير الأيض الغذائي تسكين. يبقى التعريفين او التعريفان بالظبط زي بعض، CO2 produced على الاكشن كونسيوم. الفرق الاوائل في بقية التعريف، في حالة ال RQ respiratory quotient respiratory coefficient في نفس عمليات الايد الغذائي، انما في حالة respiratory exchange ratio مجرد exchange عادي جاي من ايد غاية من غير ايد غذائي، هي هي، يبقى given time، وهو ده اللي هيعمل الديفرنس. تعال بص معايا، يبقى ايه الفرق بين الار كيو والار؟ اهو الديفرنس، ادي الار كيو وادي الار. ان الار كيو ده انت بتقول في نفس عمليات الايض الغذائي، يبقى افكتد اونلي باي ميتابوليزم، اونلي افكتد باي ميتابوليزم، انما ده افكتد بحاجات تانية غير الميتابوليزم، وزي ما هنشوف. طيب هناك ادام افكتد بالميتابوليزم بس، اعلى رقم واحد لما تحرق كربوهيدرات، واقل رقم 7/10 لما تحرق فات، يبقى الرينج من 0.7 لواحد. انما هنا في اذر فاكتورز، فخليتها ممكن هنشوف تنزل لنص او تطلع فوق واحد. زي اديني بقى اذر فاكتور وهماش عمليات الايض الغذائي. خدنا العام الماضي ان بعد الاكسرسايز في حاجه اسمها اوكسجين ديت، يعني هاخد اوكسجين من غير ما اطلع سي او 2. امال باخده ليه هذا الاوكسجين؟ قلنا باخد هذا الاوكسجين عشان خاطر اعيد تعبئه المايوجلوبين تاني بالاوكسجين، اعيد تعبئه الهيموجلوبين بالاوكسجين، عشان اعمل ريموفال للاكتيك اسيد، عشان اعمل ريثنسز للاي تي بي والكرياتين فوسفات. فاكر لما كنا قلناهم الاوكسجين ديت عشان خاطر عيون نريري، لثلاث اسباب بنستخدم اوكسجين. بعد ما خلصت اكسرسايز وقعدت بنهج، بنهج ليه؟ يعني انا مديون ليه باوكسجين؟ عاوزه باخده لثلاث اسباب، ري Thenses of adenosine triphosphate, creatine phosphate, and glycogen. Removal of lactic acid, أشيل lactic acid. Refilling of myoglobin and hemoglobin with oxygen. ثلاثة ري لما قلنا عشان قطع عيون ريري. أعيد ملء الهيموجلوبين والمايوجلوبين بالأكسجين، هذه مش عمليات أيض غذائي. أعمل نمرة اثنين إعادة تكوين للـ ATP والكرياتين فوسفات، Resynthesis. نمرة ثلاثة ريموفال اوف لاكتيك اسيد، هنا باخد اوكسجين ومطلع سي او 2. يبقى لما اخد اوكسجين كتير اهو، بص معايا تحت، لما اخد اوكسجين وما طلعش سي او 2 يبقى الريشيو طبعا هتقل، الار لانك كبرت اللي تحت بس المقام. بينما تعالى اديك احوال ثالثه، انا دلوقتي ممكن ازود لك الار كيو من غير صعب الايدل ازاي؟ لو عملت هايبر فنتليشن يبقى انا عمال ابروديوس CO2 من غير ما اخد اوكسجين. باخد اوكسجين ليه؟ الميتابوليزم ما زادش.
ده انا بوصي اوتو من اللي اوريدي مخزون عندي. يبقى بزود السي او2 من غير ما بستخدم اوكسجين، يبقى بزود البسط اللي فوق، يبقى الار تزيد جدا. ده الهايبر فنتليشن. زي في الميتابوليك اسيدوزس نفس الفكره، الاسيدوزس بتستيميليت الريسبريشن فهتخليك توش او2 كتير. في الميتابوليك اسيدوز توش السي او2 من غير ما تستهلك اوكسجين، لما تطلع سي او2 كتير يبقى اللي فوق هو اللي زاب باللون الازرق اهو، يبقى الار تزيد. strenuous exercise، اكسرسايز عنيف، لانه بيحصل فيه حاجتين. فالاكسرسايز قبل ما ببتدي حتى الاكسرسايز بيبتدي الهايبرفنتليشن، وبيطلع كميات رهيبه من اللاكتيك اسيد تعمل ميتابوليك اسيدوزس. يبقى ايه الفرق بين الار كيو والار؟ معامل التنفس يعتمد على الميتابوليزم فقط، انما زي ما انت شايف ريسباتوري اكستشينج ريسيو، التبادل بتاع السي او 2 والاكسجين سواء من ميتابوليزم او مش ميتابوليزم، يبقى يعتمد على اذر فاكتورز. وتدي مثالين، حاله فيها بتزود الاوكشن من غير ما تاخد سي او 2، الاوكشن ديت من اسمها خدت اوكشن من غير ما تطلع سي او 2، يبقى الار كيو الار 10 اس، اسف الار 10 اس ريسبيرتوري اكستشينج ريشيو الاحمر مع الاحمر. وحاله ثانيه بتطلع سي او 2 من غير ما تاخد اوكشن. اديت ثلاث امثله، عملت لكم واحده قصادكم هايبر فنتيليشن او ميتابوليك اسيدوزس، او واحده شامله الاثنين فيها هايبر فنتليشن وميتابوليك اسيدوزس اللي هو سترينوس اكسرسايز. هنا حضرتك بتطلع سي او 2 من غير ما تستخدم اوكسجين، يبقى الار تزيد. يبقى الار كيو خاصه بالميتابوليزم فقط، معامل التنفس اونلي افكتد باي ميتابوليزم، انما الريسبيرتوري تشينج ريشيو ميتابوليزم وغير ميتابوليزم اذر فاكتورز. وعليه الار كيو حدوده ضيقه، اعلى حاجه في الميتابوليزم الكربوهيدرات واحد، واقل حاجه الفات 7/10، انما هنا ممكن ننزل لنص ونطلع فوق واحد. ده الموضوع الثاني. يبقى اما يجي لك سؤال ار كيو هتتكلم عليه في النقاط الاتيه، مش عاوز تتوه، هتتكلم عليه الديفينيشن، اتس ريشيو بتوين السي او 2 برودوس والاوكسجين كونسيومد، اهم حاجه ان ذا سيم ميتابوليك بروسيس. وبعدين الميجرمنت للهول بودي او الاورجان دي تاني نقطه، السيجنيفيكانس الاربع حاجات، وللاوائل يقول لنا الفرق بين الار كيو والار. ده الاوائل بيكتبوا النقطه الرابعه دي. مش عيد تاني، لو عاوز تعيد انت عيد الفيديو. عاوز اخلص باذن الله الميتابوليزم في محاضرتين. طيب نيجي البيزا ميتابوليك ريت، ده موضوع مهم جدا. بيزل ميتابوليك ريت هنجاوبه في أربعة نقاط زي ما واضح قصادك كده، في أربعة نقاط. واحد، باي ديفينيشن، طالب ذكي قال لي فكر بهدوء، وكنت اشرحها في المحاضرات، بيبقى في قصادي تيبل بورد، فأنا هحاول أعملها بطريقة مختلفة قليل. شيل كلمة بيزل، يبقى مين اللي فاضل لك؟ ميتابوليك ريت، يبقى هي الهيب برودكشن بير اور، رجع بيزل، يبقى اندر بيزل كونديشنز. دي النقطه الثالثه. وحتى تكون المقارنه ذات مغزى، 100% واحد كبير هيطلع حراره اكتر من واحد جسمه صغير، عشان تبقى المقارنه دقيقه نحسب ما يخص المتر مربع بير سكوير متر. يبقى دول الاربع نقاط الاساسيه في الديفينيشن. طالب ذكي سال الممتحن ما هو تعريف البيزل ميتابوليك ريت، شال كلمه بيزل، يبقى بقى ايه؟ ميتابوليك ريت، دي كلمتين، هيت برودكشن بير وان اور. طب هو مش عاوز ميتابوليك ريت، هو عاوز بيزل، يبقى اندر بيزل كونديشن. دي النقطه الثالثه. وعشان تبقى المقارنه صحيحه بين شخص حجمه اكبر من شخص، يبقى بير سكوير متر، يبقى كام جمله؟ اربعه. طيب مين هما بقى البيزل كونديشنز؟ برضه هناك طريقه جميله جدا. طالب ذكي قال لي انت بتقول بيزل ميتابوليك ريت، يعني حضرتك عاوز تقيس البيزل ميتابوليك ريت. البيز يا اولاد، البيز بتاع اي حاجه هو اوطى حاجه. يبقى لو انت عايش اللي بنقوله فاهمه كويس، اما اقول انا عاوز اقيس البيزل
البيزل ميتابوليك ريت، يعني عاوز اقيس اقل ميتابوليك ريت، لان حتى البيز القاعده في اي حاجه هي اوطى حته، القاعده بتاعه تمثال، القاعده بتاعه مبنى هي اوطى حته. فانت بتقول انت عاوز تقيس البيزل، البيزل يبقى اقل ميتابوليك ريت. هنفكر بطريقه ذكيه جدا، يبقى عشان اقيس اقل ميتابوليك ريت لابد ان اتفادى كل شيء من شأنه زيادة الميتابوليك ريت، لأني عاوز أقيس البيزل، يبقى لازم أتفادى كل حاجة بتزوده، اللي هم مين؟ الثري إيز. فاكر الميتابوليك ريت ده كان بيزيد بتاتا إيه؟ إكسرسايز وإيتينج وإكسبوجر تو كول. يبقى دي طريقة ذكية جدا جدا في استنباط البيزل كونديشنز. يبقى عشان أقيس أقل ميتابوليك ريت مش عاوز إكسرسايز، يبقى لازم الشخص يبقى كومبليت فيزيكال ومنتال ريست، راحة جسمانية وعقلية تامة فور وان اور على الأقل. وإيه؟ بس خد بالك بقى الجملة اللي جاية الأوائل، lying awaken، يعني متسطح صاحي، ما ينامش، لأن النوم ده بيزل كونديشن، وما ينفعش تقيس لي الميتابوليك وأنا قاعد. يعني ما يسألك هل ممكن يقيس الميتابوليك ريت كده حضرتك كنت قاعد؟ لا، لازم أبقى لاين نايم، ومش نايم يعني نايم متسطح متلقح باللغة السورية واللبنانية، ما يقول لك قوم اتلقح لك شوية يعني اتسطح لك شوية، دي مش شتيمة في لغتنا السورية، خلاص اتلقح شوية، اتلقح شوية يعني اتسطح بس ما تنامش. يبقى الأوائل complete physical winter rest، بقيتها بقى الأوائل lying recumbent position awaken صاحي. طب تاني حاجه بتزود ميتابوليك ريت اللي هي الايتينج. احنا قلنا تاني ايه هي الايتينج؟ تاثير الاكل بينعدم تماما بعد كام ساعه، قلناها اللي هي 12 14 ساعه، يبقى لازم الشخص يبقى في البوست ابزوربتيف ستيت. طب تالت حاجه قلنا بيزود الميتابوليك ريت الاكسبوجر تو كول، يبقى لازم الشخص يبقى مش بردان، يبقى في كومفورتابل اكسترنال تمبريتشر، اللي هي قد ايه بقى تبقى حافظها صم، درجه الحراره المريحه من 24 ل 27 درجه مئويه، 24 الى 27، 24 to 27 degrees سنتيجريد. ده اطول ديفينيشن في الفسيولوجي واسهل ديفينيشن في الفسيولوجي يا اولاد. تعال بص معايا، يبقى بيقول لك ما هو تعريف البيزل ميتابوليك ريت؟ سبع جمل اربعه اساسيين، يلا فكر مع بعض. قال لي بيزل ميتابوليك ريت بطريقه ذكيه، يبقى اسقط بيزل، يبقى هو عاوز ميتابوليك ريت هيت برودكشن بير وان اور، ادي كلمتين. بيزل ارجع بيزل، يبقى اندر بيزل كونديشنز، وحتى تبقى المقارنه ده تمغزى بين شخص تخين وشخص ارفع، يبقى بيرسكيوميتر سيفس ال، يبقى دول اربعه اساسيين. طب من هم البيزل كونديشنز ثلاثة؟ استنتجهم ازاي؟ بطريقة ذكية جدا. انت عاوز تقيس البيزل ميتابوليك ريت اقل ميتابوليك ريت، يبقى علي ان اتفادى كل شيء من شأنه زيادة الميتابوليك ريت، لاني عاوز اقيس البيزل مش عاوز حاجة تزود. طب مين اللي بيزود ثلاثة ايه؟ اكسرسايز دي اكتر حاجه، يبقى كومبليت فيزيكال اند منتال ريست فور هاف ان اور، فور ان اور، اسف، كومبليت فيزيكال اند منتال ريست، بعض الكتب بيكتبوها هاف ان اور لكن خليها 1 اور. وفي الاوائل مش قاعد كده، لازم لاينج اويكن ريكامبن بوزيشن بس مصحصح، ما بقاش واكل. طب امتى تاثير الاكل ينقضي تماما؟ يسموها بوست ابزوربتيف ستيت، يعني مضى من اخر وجبه 12 14 ساعه وبعدين مش بردان، يبقى كومفورتبل اكسترنال تمبريتشر من 24 ل 27. يبقى لو جه سالك في الامتحان العملي وقال لك حضرتك مش فاطر، جاي الامتحان الصبح مش فاطر، يبقى ده بوست ابزوربتيف ستيت، بقى لك اخر وجبه في العشاء 12 14 ساعه، حضرتك درجه حراره مريحه، الجو لطيف من 24 ل 27 comfortable external temperature، حضرتك بقالك ساعه مستني تمتحن وانت قاعد قصاده كده يقول لك ينفع اقيس لك دلوقتي البيزل ميتابوليك ريت؟ غلط. ليه؟ لازم ابقى متلقح lying awake، متلقح صاحي لمده ساعه.
تبقى ده أطول ديفينيشن في الفيسيولوجي، سبع جمل وأسهل ديفينيشن. بيزا ميتابوليك ريت، أسقط كلمة بيزا ميتابوليك ريت يبقى تديني كلمتين هيت برودكشن بر ان اور، بيزا يبقى أندر بيزا كونديشن، يعني الكلمة التالتة المقارنة ذات مغزى بير سكوير متر سيرفس اريا. طب بيزا يعني عاوز اقيس اقل حاجة، يبقى من هما البيزا كونديشن التلات جمل التانيين عشان يبقوا سبعة. أتفادى التلاتة إيه؟ اكسرسايز يبقى كومبليت فيزيكال اند منتال ريست لاينج اويك لمدة ساعة. أتفادى الأكل بوست ابزوربتيف ستيت، يعني بقالي 12 14 ساعة ما أكلتش. أتفادى البرد كومفورتابل اكسترنال تمبرتشر 24 ل 27. نكمل ميجرمنت هنقيسها ازاي؟ 3 ستيبس. النقطة الثانية نحط العيان اندر بيزر كونديشنز اللي قلناها ثلاثة هم مكتوبين فوق. ستيب 1، ستيب 2 تقيس الميتابوليك ريت ازاي؟ السبايرومتر اللي هو allows patient only to consume oxygen and not to add carbon dioxide. براجع الجزء الاولاني في المحاضرة خلاص، ونحسب انت استهلكت كام لتر اوكسجين في الساعة. طبعا بنعملها خمس دقايق مش عاوز غباوة، وبنضرب في 12، مش هنقعد ساعة الواحد يتنفس في السبايرومتر خلقه جديد، خمس دقايق بنضرب في 12. طيب عرفت انا بستخدم مثلا 10 لترات من الاوكسجين، اللتر بيديني كام؟ انا واخد ميكس فود في اخر مرة، يبقى بضربها في 4.8. ده ازاي توميجر ميتابوليك ريت قلنا قبل كده. الجديد بقى احنا عايزين نحسب ما يخص المتر مربع، يبقى تقسم على السيرفس اريا بتاعت حضرتك. هنا هيسالك سؤال، بتعرف منين السيرفس اريا؟ اوعى تقول له من جدول، مش من جدول خالص. بنعرف السيرفس اريا من كيرف شارت معين، اهو شارت عملته قصادك عشان خاطر تشوفه. تقول له بمعرفة ده شارت واحد عمله أساسا، وما عنديش وقت أقول لك عمله إزاي، أنا عارف عمله إزاي بس مش هقول. هو راسم اللي باللون الأسود ده هو اللي رسمه، ده مطبوع هتبقى عندك في العيادة. بمعرفة الهايت إن سنتيمتر، بمعرفة الطول بالسنتيمتر وليكن الهايت 180 سنتي، والوزن إن كيلو جرام وليكن وزنه 90 كيلو جرام اهو. يبقى بمعرفة الهايت ان سنتيمتر، طوله 180 سنتي، تحط طوله على الهايت هتلاقي هنا فيه يعني مكتوب الهايت هنا، وبعدين وتحط الويت هتلاقي الويت مكتوب، تختار الويت اللي هو 90 كيلو اللي انت شفته خلاص. وبعدين تسقط عمودين، عمود من الهايت وعمود من الكيلوغرام، هيانترسكت هيلتقي في نقطتين. حتى انا لقيت نقطه صعبه، التقى ما بين الكيرف بتاع 1.8 متر مربع وما بين 2 متر مربع، هي ما بينهم، يبقى 100% بقى ده لا هو 1.8 ولا هو 2، يبقى 1.9. طبعا لو وقع على 1.8 يبقى 1.8، 1.6 يبقى 1.6، وقع ما بين كيرفين يبقى متوسط ما بين. يبقى اما يسالك ازاي بتعرف السيرفس اريا، اديني حطيتها قصادك عشان ما تنساش، بالرجوع للشارت معين، شارت معين خلاص. وبمعرفه الطول بالسنتيمترات والوزن بالكيلوغرامات، تحط على الشارت ده الهايت بالسنتيمتر والوزن بالكيلوغرام، وتعمل عمودين، تسقط عمودين، هيلتقي العمودان في نقطه انترسكت، شوفها اقرب ما يمكن لاني كيرف او ما بين كيرفين تحسبها. انا نطقي في الفرنسيه مش حلو، دي بيوس تشارت نطقها بقى زي الناس التانية بتنطق فرنساوي حلو تنطقها مظبوط، انا ما بعرفش انطق فرنساوي، اهي مكتوبه قصادك ده اسم تشارت، المهم تقول له تشارت مش مهم اسمه. طيب ما تقولش بقى من جدول، يبقى السيرفس اريا بنعرفها من تشارت معين بمعرفه شيئين، الطول بالسنتيمتر والوزن بالكيلوغرام، والرجوع للشارت قيم عمودين يلتقي العمودان في نقطة، هي دي بقى اللي هتقول لك اقرب لاني كيرف. النقطة الثالثة النورمال ستاندرد يا اولاد،
نورمالي الادلت ميل يطلع رقم تحفظه صم 40 calories per hour per square meter surface area. الاوائل يكملوا plus or minus 15%. اصل مش معقول يا اولاد كل الناس هتطلع بالظبط 40. في رينج. فلو زدت عن ال 40% في حدود 15% انت طبيعي. نقصت عنه 15% فانت طبيعي. يبقى الاوائل يقولوا الادلت ميل يطلع 40 calories per hour per square meter surface area تكمل plus or minus 15% زائد او ناقص 15% عن هذا الرقم. ولا تنسى الرقم نفسه جميل قوي. رقم 40 ده رقم كلنا حافظينه. يقول لك يخلق من الشبه 40 وعلي بابا وال40 حرامي. فاوعى تنسى البي ام ار 40 40 calories per hour per square meter surface area plus or minus 15%. طيب هنسألك لو واحد البي ام ار بتاعه طلع 60 كالوري بير اور بير سكوير متر يبقى ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ بيبعتوا لنا النتيجه يا اولاد ما بيبعتولناش يقولوا لنا 60 كالوري. الراجل بتاع التحاليل بيبعتها لنا بصوره سهله بيبعتها از افتح ودانك كلمتين برسنتج ديفيشن الانحراف المئوي من الطبيعي percentage deviation from normal. هو بيطلع 60 كالوري يبقى يزيد عن الطبيعي كام؟ 20. هو كان المفروض يطلع 40 هو دلوقتي بيطلع 60 يبقى بيزيد 20 كالوري عن ال 40. دي تمثل كام في المية؟ تمثل 50% ال 20 نص ال 40. يبقى يبعت المعمل يقول لي العام ده بلس 50%. ما يبعتش يقول لي انه بيطلع 60. فانا اشوف ادام بيزيد اكتر عن 15% يبقى ده ابنورمال. طب اخد مثال تاني عن عنده هايبوثايروديزم نقص في افراز الغده الدرقيه طلع 30 كالوري في الساعه من متر مربع ما يبعتش يقول لي انه بيطلع 30. 30 ده ينقص على ال 40 كام؟ 10. 10 دي تمثل قد ايه من ال 40؟ الربع 25%. يبعت يقول لي العام ده ماينس 25%. فأدام بينقص 25% يعني بينقص أقل من 15 يبقى برضو العام ده abnormal. يبقى ما يسألك في العمل البيزر ميتابوليك ريت is expressed ازاي؟ تقول له expressed as percentage deviation from normal. percentage deviation انحراف المئوي من الطبيعي. وهيقول لك مثال هقول لك الطبيعي بيطلع 40 واحد عنده هايبرثايروديزم بيطلع 80 يبقى زايد على 40 يبقى قدها بالظبط 100% يبقى تقول لي بلس 100%. امتى تعتبره غير طبيعي؟ لو زاد او نقص اكثر من او اقل من الرقم قصادك اهو يخرج من العين 15%. هيسالك السؤال الثاني هل البيزل ميتابوليك ريت ريبريزنتس بيزل ما هي كلمه بيزل ذا ليست energy expenditure اقل طاقه؟ الاجابه لا طبعا لانه اقل طاقه بيطلعها الانسان افتح ودنك وهو نائم لما يبقى الانسان نائما. واحنا قلنا من ضمن البيزل كونديشن ان لازم يبقى مستيقظ. يبقى البيزل ميتابوليك ريت لا تمثل المينيمال انرجي اكسبندتشر. خلاص ليه؟ لان في اقل من البيزا ميتابوليك ريت لو نمت. هيسالك طب هي تمثل ايه؟ هتقول له تمثل the unavoidable cost of life اقل سعر الحياه. النوم ده مش حياه اقل سعر الحياه. بمعنى اخر تمثل ايه؟ تعالى بقى معايا لو انت lying awake لا بردان ولا واكل ولا اي حاجه في عندك respiratory movements في عندك heart beats في عندك muscle tone كل ده بيطلع حرارة. هو ده البيزا ميتابوليك ريت الحرارة الناتجة من respiratory movements من heart beats من muscle tone مش من الأكل. إن انت في البوست absorptive state مش بردان مش عامل exercise the unavoidable cost of life.
يبقى هنا لما هيقول لك بنبعت البي ام ار ازاي، ده سؤال مهم جدا، بيرسنتج ديفيشن، الانحراف المئوي من الطبيعي. ثاني سؤال هيسالك، هل هي تمثل المينيمال انرجي اكسبندشر؟ اجابه لا، لانها ديورنج سليب بتقل. طب بتمثل ايه؟ الان افويدبل، الذي لا يمكن تفاديها، كوست يعني سعر، ان افويدبل كوست اوف لايف. هيقول لك يعني اديني مثال زي ايه، حاجات بتطلع حراره كده وانت عايش لازم تبقى مش نايم، نايم قلنا بيقلل، عشان كده هي مش المينيمال. تقول له زي ريسبيراتوري موفمنتس، كاردياك موفمنتس، سكيتال ماسلز. نقطه رابعه في البيزا ميتابوليك ريت، فاكتورز افكتيف، والاخيره يبقى اتكلمنا على الديفينيشن، اتكلمنا على الميجرمنت، اتكلمنا على النورمال ستاندرد نمره 3. النقطه الرابعه مع شق مستعشق النظام، فاكتورز افكتنج الاوائل، خد بالك ميتابوليك ريت، برغم ان العنوان بيزا ميتابوليك ريت، اوعى تكتب فاكتورز افكتنج بيزا ميتابوليك ريت. ميتابوليك ريت انت هتفهم بعد شويه ليه. فيسيولوجيك باخد اول اتنين مع بعض، الايج والسكس. بتقدم العمر البيزا ميتابوليك ريت بتقل. ليه؟ لان بتقدم العمر المسلز بتهن، بتضعف، والمسل دي اهم حاجه، 40% من عضله الجسم سكيت المسل، دي بتطلع حراره المسل. كل ما تقدم في العمر حراره العضله بتضعف، يبقى الحراره تطلع اقل. واستكمالا لنفس الفكره السكس، ليه في ميل لو خدت في ميل وميل بنفس الوزن ونفس الهايت يطلع في ميل عندها البي ام ار اقل من 5 ل 10% بمتوسط، خليك في رقم 1-7%، لان الفيميلز عندها ماسلز اقل، والماسلز دي من اهم الحاجات اللي بتطلع حراره. يبقى نحفظ اول اثنين في الفيسيولوجيكال، ايج و6. الموضوع ده يا اولاد غير انه مهم في النظري، مهم جدا في العملي. سليب، عشان كده ما كتبناش فاكتورز افكتنج بيزا ميتابوليك ريت، لان البيزا ميتابوليك ريت مش من ضمنها السليب، لازم تبقى متوقس. وعشان كده قلنا البيزا ميتابوليك ريت لا تمثل المينيمال انرجي اكسبندشر، اللي في السليب بيقل 10%. طب الاكسرسايز دي اكتر حاجه بتزود البيزا ميتابوليك ريت، زودها اب تو 1200%. وبقولها بطريقه جميله يا اولاد، لا تنسى في الاكسرسايز لهواة الحفظ، انت الخمسه الاقل اهميه لمعظم الناس ما بيقولوهاش، وانت لاينج تطلع 40 سعر في الساعة من متر مربع. طب تصور لو وقفت بس، طبعا الطول هيزيد عشان تحتفظ بالبوش، يزيد للضعف 80، مشيت للضعف 160، نزلت تعوم 320، طلعت تجري 600، طلعت سلم، دي اكتر حاجة كلايمبينج ستير، هي دي اللي 1200. لسه حلوة، مش شايف كلها الضعف. يعني اللي لاينج اويكن 40، مجرد تقف ستاندينج 80، تمشي ووكينج 160، ما تجريش بعدها، تنزل تقوم بعدين تطلع تجري، تقوم 320، تطلع تجري 600 جري، ممكن تزيد اب 600. قل عن حاجه طلوع السلم 1200، لا قل عن حاجه طاقه، يعني لو عاوز تستهلك حراره تماما اطلع سلم، لو عاوز تخس خلاص. ده الاكسرسايز. طيب الاكسترنال تمبرتشر كولد، قلنا الكولد طبعا لازم ازود البي ام ار عشان خاطر احتفظ بحراره الجسم برغم بروده الجو، عشان كده قلنا فاكتورز افكتنج ميتابوليك ريت، لان احنا كنا قلنا في البيزل كمفورت او التمبرتشر، احنا بنقول كولد. فود انتيك، الاكل بيزود الحراره، اهو السبيسيفيك دايناميك اكشن خدناها المثلث، وعشان كده بليز ما تغلطش، دي فا يعني برغم ان العنوان بيزا ميتابوليك ريت، الا اني بقول الفاكتورز افكتنج ميتابوليك ريت، لاني بحط حاجات اهو كولد، بحط فود انتيك اللي هي سبيسيفيك دايناميك اكشن. بريجنانسي ولاكتيشن طبعا بتزود البيزا ميتابوليك ريت، لان مثلا في البريجنانسي هنبقى يعني ناخد مع الفيميل بيطلع هرمون اسمه بروجستيرون، برو يعني قبل، وجستيشن يعني حمل، في البريجنانسي في هرمون بتاع الحمل اسمه برو يعني قبل، جسترون، ده له ثيرموجينيتيك افكت، بيستيميليت الميتابوليزم، بيطلع حراره، فعشان كده البريجنانسي بتزود الميتابوليك ريت. النمو سيل جروث اند ديفيجن، طفل بينمو
بيزود ميتابوليك ريت. عشان كده في الاطفال، الاطفال اللي بتموا بيبقى الميتابوليك ريت مش 40 كالوري زي الادلت، بيبقى النورمال 60 كالوري. نورمال ده نورمال مش عيان، 60 كالوري بير اور لكل متر مربع. الهرمونز طبعا اسرع هرمون يزود ميتابوليزم الكاتيكولامينز، الادرينالين والنور ادرينالين. فاهمين ليه؟ لانه بيشتغل نون جينوميك رابيد اكشن. اكتر واحد بطيء التي 3 والتي 4 لانه بيشتغل جينوميك سلو اكشن. دول اهم اثنين، الكاتيكولامينز اسرع من التي 3 والتي 4. في حاجات تانية تزود ميتابوليزم زي الجروث هرمون وزي الاندروجين، كل دول بيزودوا الميتابوليك ريت. بس لما اقول لك اهم اثنين فيهم الكاتيكولامينز والتي 3 والتي 4. طب مين السريع؟ كاتيكولامينز لانه نون جينوميك رابيد، ده سؤال داخل سؤال في الام اس كيو. التي 3 والتي 4 جينوميك اكشن سلو ابطا منه. طيب نيجي باثولوجيكال. طبعا اشهر مرض في الدنيا بيزود او ينقص ميتابوليزم الثايرويد. هايبر ثايرويديزم ممكن تزود البي ام ار 60% اب تو 100%. العام بدل ما يطلع الادلت ودورينج ريست وهو نايم كده لاين متسطح صاحي، الطبيعي يطلع 40 كالوريز لسه قايلينها. انما لو عندك هايبر ثايرويديزم وهو لاينج اويكن ممكن يطلع 80 كالوري، يعني 100% بلس 100%، من بلس 60 لبلس 100%. الميكسيديما بالعكس اللي هو الهايبوثايرويديزم بتنقص، اوعى تقول ماينس 100% يبقى العام مات ما بيطلعش حاجه. هنا ماينس 50% من 40 ل 60 50. بقولها بطريقه سهله يا اولاد. لما اقول لك مين اهم عامل باثولوجيكال يغير دي ام ار؟ الثايرويد يا اولاد. في الهايبر ثايرويديزم، في الهايبر ممكن يتضاعف ال 40 تبقى 80، في الهايبو يتنصص ال 40 تبقى 20. ما تقولش ينزل 100% يبقى مات، ما فيش بيطلعش حراره يبقى ميت، عبط مش عاوز. في الهايبر تتضاعف، في الهايبو ما مش تنزل 100%، تنزل ل 50%، من 40 ل 60 50%. ده اشهر حاجه. طبعا تاني مرض مهم جدا اللي هو الادي اللي هو الفيو كروموسايتوما، عشان بتطلع ادرينالين ونور ادرينالين. ما احنا قلنا ده هرمون مهم جدا في الميتابوليزم. لو قال لك اديني امثله اخرى. الماليجنانسي، اي واحد عنده كانسر بيبقى فيه سيل ديفيجن زي الطفل اللي بيمه. احنا قلنا الطفل نورمال بيطلع كام لو كنت فاكر؟ من كل متر، احنا بنقارن متر بمتر مش بنقارن على بعضه. كنا قلنا مش 40 كالوريز، الطفل اللي هو في سن 6 سنين وبيمه طلع 60 كالوريز. فاللي عنده مالجنسي سيل ديفيجن، فالسيل ديفيجن ده في اول المالجنسي هتزود جدا الميتابوليزم البيزا ميتابوليك ريت. ليتر اون في الايرلي ستيجز بيزود الميتابوليك ريت عشان السيل ديفيجن. في الليت ستيجز بقى لما بيخس خالص ويحصل له كاشيكسيا بيقل ال بي ام ار. يبقى ده اللي هو البيزل ميتابوليك ريت. تتكلم عليه في اربع نقاط: ديفينيشن السبع جمل، الميجرمنت ثلاث نقط، تحط العين اندر بيزل كونديشن، تقيس الميتابوليك ريت، وبعدين تقسم على السيرفس اريا. النقطه الثالثه النورمال ستاندرد، اوعى تنسى علي بابا ال 40 حرامي 40 كالوريز بير اور في سكوير متر سيرفس اريا للاوائل بلس اور ماينس 15%. وهنا تحفظ ثلاث حاجات: انه اكسبريست از بتعبر المعمل بيبعته ازاي، ما بيبعتش كام كالوري، بيبعت منحرف كام في الميه بيرسنت ديفيشن. لقيت اكتر من 15 يبقى زياده، اقل من 15 يبقى اقل. وانها لا تمثل المينيمال انرجي اكسبندتشر لانها السليب بيقللها 10% اهي، وانها تمثل ان افويدبل كوست اوف لايف. ثم نيجي للفاكتورز تقسمها لحاجتين: فيسيولوجيكال، وادي الليسته، وادي باثولوجيكال. امثله الكل اللي قلناه ده امثله، مفيش مرض ما يؤثرش في البي ام ار، ده على سبيل المثال لا الحصر. ما فيش لستة is complete، فما تقعدش تزود من كتب لسه في كلام فارغ. احنا اديناك اهم الاشياء: الثيرويد، الماليجنانسي، الفيو كرومو سايتوما. في كل مرض بيأثر في البي ام ار. ده بارت 1 في المحاضرة الاولى. هناخد بريك لمدة 10 minutes ثم نعاود الجزء الثاني بارت 2 اقل شوية اولاد بكتير. اوكي، يعني نلقاكم على خير في بارت 2 بعد 10 دقائق بإذن الله.